المفروض يا بنتي انا ما كنتش مشترك في النادي ده، كنت هتعملي ايه؟ اكيد كنت هتصرف. طب انا مظبط طالعه كده الاسبوع الجاي. ايه ده، هنروح فين؟ نروح السخنه. ايه؟ العين السخنه؟ اه العين السخنه. لا يا ادم، دي فيها سفر. بجد؟ بجد فيها سفر؟ كويس انك قلتي لي بجد. انا عارف ان فيها سفر. هتعرفي تتصرفي ولا ايه؟ لا، انا اخري زوغ من المدرسه، اظبط خروجه كده زي دي في الخباثه، لكن سفر لا صعب. انت اتضايقت؟ اتضايقت؟ انا اتضايقت عشانك انت يا بنتي. انا كده كده اصلا طالع مع ريم ومريهان والشله. ريم ومريهان؟ ريم ومريهان؟ مالك اتفاجئتي كده ليه؟ عشان تعرف كويس قوي ان دول اكتر اتنين انا بكرههم في الشله كلها، وبرضه بتروح معاهم في كل حته. لا لا لا، انا ما بروحش معاهم في حته. هما اللي بيعرفوا يجوا معايا في حته. والله؟ وانا بقى اللي ما بعرفش. والله وريني. ماشي، هوريك.